هيك نوع من الفعاليات انا لاقول للشباب بلشوا، ما راح تلاقوا شغل لو ما عرضت فرص عمل. بلشوا يعني عم تحط رجلك باول الطريق، عم تقدم سي فيك لاكثر من جهه، اسمك عم يتردد، احتمال تندعى لمقابله، عشت التجربه خلص بكفي، عندك خبره لا بتبلش تفاوض اكثر. فالنقطه انه تعال شوف سوق العمل، ما فيني انا اليوم اقول انه هي المعارض بتلاقي شغل، لانه سوق العمل ما في هي الفرص العظيمه كثير. بس انا بقول انه هيك نوع من الفعاليات لتخلي الشباب يبلشوا لتختصر عليهم طريق. الشواغر موجوده، هي بتشمل الاشخاص بدراسه مرحلتهم الجامعيه والاشخاص الخريجين والاشخاص اللي عندهم خبره، فشواغرنا بتشمل هالثلاث شرائح. فينا نقول عم نشجع الشيء اللي يميزنا اليوم انه في عندنا شواغر لطلاب الجامعات، اسمه البرنامج الطلابي، بحيث احنا بهمنا المسيره الاكاديميه تبع الطالب. مين شواغر للعالم اللي لساتها متخرجه جديد ممكن تقدر تجي مثلا تبلش بالماركتينج معنا؟ في عنا شواغر تانية مثلا بأقسام التأمينات العامة حسب كل حدا هو شو دارس. اشتركنا بفعالية الذهب لأنه فعالية الذهب تستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب، حبينا نطلع الشباب على ميزاتنا والحملة الجديدة اللي عاملينها اسمها اختصاصك بإيدك. هدفنا من هي الحملة كلها أنه نخلي الشباب بعد ما يوصلوا ألمانيا وياخذوا اختصاصاتهم ولما يرجعوا لبلدهم نكون محققين كل الاختصاصات ببلدنا. يوم مسابقة ميديا تشالنج كان عم ينظمها فريق خبرات سوريا تحت لحتى نختار من طلاب الإعلام حصرا أحلى صوت تحت مسمى أفضل مذيع ناشئ، كان بين قوسين كلمة ناشئ لحتى نحن نختار الأفضل بين طلاب كلية الإعلام ما يكونوا عاملين أي كورسات أو برامج تدريبية تانية. هلأ الطالب اللي بيجي اللي ما معه سي في، نحن في فرقة كاملة بتساعدهم على كتابة السي في بشكل محترف ليقدروا يقدموه للشركة المعنية اللي حابين يتوظفوا فيها. بالإضافة إلى نحن بعد الفعالية طبعا منتابع الشركات، منتابع طلبات التوظيف مشان نحن المصداقية اللي حصلنا عليها. نحن اليوم مشاركين فعالية ذهب 3 لنكون أحد العناصر الفعالة الموجودة بالمجتمع وبتقدم هاي الفرصة للتطوع. في كتير عالم يمكن ما بتلاقي الخطوة الأولى أو المبادرة لحتى تكون هي موجودة بفريق تطوعي أو ما بتعرف صلة الوصل، فنحن موجودين أكثر من فريق تطوعي. بلد بحاجة الشباب، وبتوقع ما في حدا هون غير الشباب، الكادر الشبابي هو اللي يعني راح يبني البلد، يبني المستقبل، فلازم يعني نوع شوي، نثقف شوي بأمور يعني كل شيء جديد وحلو بهالفعالية. في فرص حقيقية للي بيكون عنده كفاءات معينة وممتازة، حسب كفاءته الواحد راح تكون فرصته بالعمل كويسة. كمان صراحة كان في شركات من كل المجالات وفي يعني شواغر توظيف لكل الأنواع، يعني أنا يمكن ما في طاولة أو يعني ستاند واقف إلا ما كان إلي مكان فيه، يعني هو بيوافق لكل شرايح الطلاب والمتخرجين، يعني ممكن الواحد يلاقي أي فرصة. ذهب 3 فسحة جديدة للشباب السوري نحو دخول سوق العمل بمشاركة أكثر من 47 جهة مشاركة، تنوعت اختصاصاتها بين تدريب تعليم وتطوع. ذهب 3 للعام الثالث على التوالي والتوقيع لخبرات سوريا. للإخبارية السورية إرمين عمار.